في 13 سبتمبر انطلق موسم استهلاك الخريف الذهبي لعيد حصاد المزارعين الصينيين في ميون ببكين، وهو أول نشاط رئيسي في عيد الحصاد لهذا العام. يوجد به دراق كبير بينكو وأسماك خزان ميوان، خوخ القرد يونغشون، وإلى آخره من المحاصيل الأخرى. ظهر عدد كبير من المنتجات الزراعية ذات العلامات التجارية العامة الإقليمية في نشاط موسم الاستهلاك. وهذه أول مرة تشارك فيها الهيئة الوطنية للغابات والمراعي، وبصفتها راعياً مشاركاً في موسم استهلاك الخريف الذهبي، مع التركيز على الترويج للزيت الخشبي والزهور المختلفة وغيرها من المنتجات إلى السوق. لا يعتبر عيد حصاد المزارعين الصينيين عيداً لمئات الملايين من المزارعين للاحتفال والاستمتاع بالحصاد فحسب، بل هو عيد للمجتمع بأسره للاستمتاع بالحصاد والمساعدة في زياداته. يعقد موسم استهلاك الخريف الذهبي لخامس مرة على التوالي، وسيستمر نشاط موسم استهلاك هذا العام لثلاثة أشهر، ومن المتوقع أن يقود أكثر من 500,000 تاجر ويغطي مبيعات أكثر من 800,000 نوع من المنتجات الزراعية والجانبية. ومن المتوقع أن يقود أكثر من 500,000 تاجر ويغطي مبيعات أكثر من 800,000 نوع من المنتجات الزراعية والجانبية.